والله احنا يعني ما ندري، ما حد عنده علم انه متى الدوري متى يبلش. مره قبل الاسبوع الجاي، مره بعد الفيفا داي، مره يعني ما ندري متى، ولا نزل جدول ولا شيء. بس شو نسوي يعني؟ احنا بلشين من 1/7 تمرن، ومباراة وديه ما لنا الا كذي يعني، شو نسوي بعد؟ ولا ندري لحد الان متى الدوري، يعني مو واضح الامور. مباراة منتخبنا يوم الخميس، نبي رسالة لك حق لاعبين منتخبنا. عسى الله يوفقكم، إن شاء الله هم قدها ويبيضون الوجه. لعبوا مبارتين أولى ما حتوقت على مانا هالمستوى منهم، وهذا دافع لهم. عسى الله يوفقكم، يستاهلون كل خير، وإن شاء الله قدها بإذن الله ويفرحون الشعب بإذن الله. للأمانة إحنا من شهر 7 تقريبا بلشنا موسمنا، طلعنا معسكر كان تمرن كل يوم من شهر 7 لحد الحين. ما ندري متى يبلش دورينا، ما ندري متى راح نلعب أول مباراة بالدوري. ما في أي شيء يعني يخلينا قعنمل صراحة. قعنمل إحنا كلاعبين قعنمل، ما في أي خبر إن متى يبلش الدوري. بس إحنا مجبرين نتمرن كل يوم، هذا على قولتهم شغلنا وعملنا. فاستعداداتنا الحمد لله محترفيننا جاهزين، لاعبين كويتيين جاهزين، قاعد نمشي على اليابين مدرب. فإن شاء الله مع الأيام الجاية يبين متى نبلش الدوري، نكون مستعدين إن شاء الله. محمد، مباراة منتخبنا القادمة ومنتخب العمان يوم الخميس، شنو حاب توصل لهم رسالة لمنتخبنا؟ طبعا ما يحتاج ان انا اتكلم، هم اللاعبين وحاسين ويدرون الكويت كلها وراهم. راح يأدون انا متاكد 100% كل اللي عندهم عشان يسعدون الجماهير الكويتيه، وكلنا ثقه فيهم ان شاء الله انه يطلعون بنتيجه ايجابيه باذن الله. طبعا الحمد لله احنا قاعد نستعد، نحاول كثر ما نقدر، بس يعني مو عارفين ايش نسوي صراحه. يعني عشان اكون وياك صريح، انه كل يوم الدوري يتاجل، مره يقولون هالاسبوع، مره يقولون الاسبوع الجاي، يعني الحين يقولون بعد الفيفا داي، بعدين يقولون يمكن شهر 1، للحين ماكو موعد اكيد متى يبلش الدوري. بس احنا نادي الشباب قاعد نحاول كثر ما نقدر، قاعد نلعب وديات بشكل اسبوعي، وباذن الله يعني لي وقت الدوري راح نكون جاهزين باذن الله. جاسم، مباراة منتخبنا يوم الخميس امام منتخب عمان، نبي رسالتك حق اللاعبين المنتخب، شنو حاب تقول لهم؟ الله يوفقهم ان شاء الله، طبعا الكويت كلها وياهم، وهم قدها ان شاء الله راح يبيضون باذن الله.